والبذل للجهد مع الحفاظ على الزمان مسلك الحفاظ. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا شيخ، فلهذا أيها الإخوة أوصيكم بالحفظ والتكرار لا بالجمع والاستكثار. فكرر العلوم فالتكرار خير معين إذ به يصار إلى اكتناز العلم فهو أفضل كنز وفيه لذة لا تعدل. بأي لذة كما قد ورد عن الهمام حافظ بن أحمد إذ قال في لؤلؤه المكنون موجها لحافظ المتون فلا يملنك ما تكرر لعله يحلو إذا تقرر. أن تكون متقنا لمتن واحد في العلم متقن، أي مسألة في المتن موجودة وجاهزة، خير لك من أن تدرس 30-40 كتاب من كتب العلم ولا تتقن منها شيئا. هذه هي الوصية. ولهذا كان كثير من مشايخنا يقول حفظنا قرأنا كثيرا وراح. مثل الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله يقول ما بقي إلا ما حفظنا. وبعدين الحفظ ليس أن تقرأ 10 مرات وتسمع للشيخ في الحلقة وتجي من بكرة وتكرر 10 مرات وفي نهاية المتن لا تتذكر شيئا مما سبق. لا، الحفظ هو الذي يجري في دمك ويحضر على طرف لسانك من دون تكلف. وأقل شيء في التكرار في الحفظ، أقل شيء لمن كان متوسطا في القدرات، العاديين أمثالنا يعني غير النابغين الفلتات هذا لا يقاس عليهم، لكن العادي أقل شيء في التكرار 100 مرة. لا تقنع نفسك أنك حفظت شيئا إذا ما كررته 100 مرة. وهل هي شيء صعب؟ ليست شيئا صعبا، ليست شيئا صعبا، نحتاج فقط إلى مداومة واستمرار. كرر البيت الواحد 100 مرة كم يأخذ معك؟ هاي شيخ أقل من 5 دقائق. خلاص. قال محمد هو ابن مالك يحمد رب الله خير مالك. قال محمد هو ابن مالك يحمد رب الله خير مالك. قال محمد هو ابن مالك يحمد رب الله خير مالك. كرر 100 مرة. طيب، تأخذ معك كم في اليوم يا شيخ؟ 5 دقائق. لكن نحن نبغى في دقيقة، نبغى نتعلم البيت في دقيقة، ونيجي بكرة ناسين ما نتذكر. بلاش بكرة، بعد أسبوع خلاص انتهى، تبخر كل شيء. واضح؟ فكرر، احرص على التكرار أكثر من حرصك على الاستكثار. واضح؟